ناوي هم زين رحت على هذا الكشاف كان هسن باقي ذهباتي يا الله الحمد لله والشكر إيه ذني ذني لقيتهم أوي فدوة ذهباتي ذهباتي هسا شو سوى أني وخر أنت ها خل أشيل هاي وخرها أني هسا راح أضمهن هنا ولو يجي الجن ما يندل مكانهم هسا يلا ارتاحت وقمت أشوف طريقي ولك وائل افندي بدال ما قاعد هيك وما قاعد تسوي شيء فيتنا بشي قوم اغسل الملابس نظف البيت وصفه اختي ليش تقشمرين علي لان ما عندي شغل من اشتغل راح اخليك هذا الحكي كله تنسيه واحد ورا الاخ ايش 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 كافي مشاكلكم وطلايبكم ابني الظهر اذا جوع اكو دولمه بالثلاجه طلعها وحميها بالمايكرو واكلها تمام ابني تمام يا احلى ام تمام الله الذهب الذهب خلي نشوف امي وين ضامه الذهب ضامتهم هنا طلعتي هنا ضامة ذهب ماما ضاع الذهب نسيبي سوى خطة كلش ذكية بس اني اذكى من عنده الذهب كله الي هسه خير وين رايح استاذ وائل نسيبي نسيبك ها لك انت من كنت بالقماط اني الفت كتاب التقفيص شلونك نسيبي وين مو على اساس نتقاسم ها لا صم انت مالك ولا حصه ترى اقول لامي ها شي تقول لامك ها تقولها لامك ماما اني قشمرتك سويت نفسي ساحر حتى اعرف مكان الذهب وابوقه منك ها زين امك من تعرف هالشي ما راح تضربك 100 شلاق وتطلعك من البيت استاذ وائل الله يلعن نسيب انت ايش قد خاين ها وين على اساس نتقاسم الذهب نعم نتقاسم كان المفروض نتقاسم بس انت خنتني لذلك خسرت حصتك ايش ولا كلمه يلا امشي ولي امشي يلا اوف يا اوف يا بنتي حنين الكشاف قال لي راح ينباق ذهبك باعي علي انا اشو مو مرتاحه ابد اروح اشوف بالبيت شكو ماكو واشوف ذهباتي واجي خلى اروح ماما ايش قاعد تحكين ها خلي يحكون ذولي كلها كذابين انسي الخاطر الله اوي لا تقولين هيك حنين حكيه كله طلع صح خاله حسنيه روحي اخذي ذهبك ايه شلون تخلين ذهب بالبيت انت دا تعزمين الحرامي اصلا ست حسنيه روحي للبنك واجري قاصه وخلي ذهبك هناك بيها أمن إليك والله صحيح كلام الست لينا أروح أخذ الذهب مالتي وخلي بالبنك أحسن لي انداكسي هيجي ما شاء الله هاي المرية ما تخلص فلوسها أبد أبد